كيف ينمو الاقتصاد؟ يبدو أن أغلب الناس يظنون أن آليات الاقتصاد معقدة للغاية ويصعب على الإنسان العادي فهمها، في حين أن الاقتصاد معقد حقيقة لأن أشياء كثيرة مختلفة تتفاعل بداخله. فالواقع أن المبادئ الاقتصادية التي تحكم تلك التفاعلات يسهل فهمها. لنبدأ باقتصاد بسيط. تخيل قرية بها 5 أفراد: جزار، وصانع سكاكين، وحجار، وحداد، وعامل مناجم. لنفترض أن الجزار يملك 100 دولار، في حين أن الأفراد 4 الآخرين مفلسون تماماً. ذات يوم بينما كان الجزار يقطع اللحم، لاحظ أن سكاكينه أصبحت سيئة، فطلب من صانع السكاكين أن يصنع له مجموعة سكاكين جديدة مقابل 100 دولار التي يملكها. وافق صانع السكاكين وبدأ العمل، وبينما هو يسن الشفرات لاحظ أن المسنب بدأ يتشقق، فطلب من الحجار أن يصنع له حجراً جديداً مقابل 100 دولار. أعطى صانع السكاكين النقود إلى الحجار فقبلها وبدأ العمل، وبينما هو ينحت الحجر أدرك أنه بحاجة إلى إزميل جديد، فعرض عليه الحداد أن يصنع له واحداً جديداً مقابل 100 دولار. أما الحداد فقبل أن يبدأ في صنع الإزميل كان عليه أن يعيد ملء مخزونه من الحديد الخام، لذا طلب من عامل المنجم أن يعطيه طناً منه مقابل 100 دولار. اجتهد العامل طوال اليوم في المنجم، وفي المساء قرر أنه بحاجة إلى وجبة شهية بعد ذلك اليوم الطويل من العمل الشاق، لذا أوصل خام الحديد إلى الحداد، ثم ذهب إلى الجزار واشترى لحماً 100 دولار. إذن فقد صنع الحداد الإزميل للحجار، وصنع الحجار الحجر لصانع السكاكين، وهو نفسه صنع السكاكين للجزار. لاحظ الآن أن 100 دولار عادت مرة أخرى إلى الجزار، وأصبح الجميع إلا هو مفلسين مرة أخرى. قد يبدو ظاهرياً أن حجم الاقتصاد ما زال كما كان تماماً، ففي النهاية ما زالت النقود المتاحة فيه هي 100 دولار، لكن الجزار أصبح لديه مجموعة سكاكين جديدة، وصانع السكاكين حصل على مسن جديد، وصار لدى الحجار إزميل جديد، والحداد لا يزال لديه المتبقي من الحديد الخام، وحصل عامل المنجم على اللحم اللذيذ. إذن في حين أن النقود الفعلية ما زالت كما هي، فقد نمت قيمة الاقتصاد. كما ترى يحدث النمو الاقتصادي الحقيقي عند إضافة قيمة إلى الاقتصاد، وليس من إضافة المزيد من المال. فلنفترض مثلاً أن كل فرد من هؤلاء حصل فجأة على الكثير من المال، فلن يرغب أي منهم في المال لأنهم جميعاً لديهم الكثير منه. حتماً سيضطر الناس إلى عرض المزيد من المال من أجل التجارة، وحينها سترتفع الأسعار والأجور معاً، بحيث تتغير الأرقام فقط ولا تتغير القيمة الفعلية، وبالتالي فالسبب الوحيد لاستخدامنا النقود هو سهولتها، فربما لا نريد السلعة التي يعرضها علينا الشخص الآخر، لذا يدفع لنا المقابل نقداً، ونستخدم تلك النقود كنوع من الإقرار بالدين ينتقل من شخص لآخر، أي أنك سوف تعطيها إلى شخص آخر متى وجدت شيئاً تريده. والواقع أنه من السهل أن نتخيل اقتصاداً لا يوجد به عملة حقيقية أو يقايد فيه الناس منتجاً بآخر بكل بساطة. لنرى مشهداً للمقايدة في إحدى القرى. لقد جمعت الدجاجات يا أنجي. أتريد زجاجة فارغة يا لونك؟ لا سيدتي، فقط أريد الزجاجة مقابل الدجاجات كما اتفقنا. فيما بعد في مخزن للأدوية. تعلم إذا أحضرت لي بعض عيش الغراب يمكنني أن أملأ لك هذه الزجاجة الفارغة بشراب سحري أزرق. ماذا تقولين؟ إن مثل هذا الاقتصاد سيظل قادراً على النمو رغم عدم وجود عملة فيه، لأن القيمة الناتجة عن المقايدة هي التي تنميه. فعلى أي حال، لم ينمو هذا الاقتصاد نتيجة تداول الأموال بين الناس، بل من خلال المنتجات التي صنعها الناس.
لقد نما عندما صنع صانع السكاكين مجموعة السكاكين للجزار، وعندما صنع الحجار الحجرة لصانع السكاكين، وعندما صنع الحداد الإزميل للحجار، وعندما استخرج عامل المناجم الحديد الخام من أجل الحداد، وأخيراً عندما جهز الجزار اللحمة لعامل المناجم. وبما أن تبادل المنتجات والخدمات هو ما ينمي الاقتصاد، فإن النهوض بالاقتصادي يتحقق بفتح المزيد من مجالات التجارة بدلاً من التقيد بما يراه الساسة والبيروقراطيون أصلح لنا. إن الأمر ليس معقداً، فكلما سهل توظيف الأفراد زادت فرص العمل المتاحة، ومن ثم زاد النمو الاقتصادي. ومن المهم أن نلاحظ أن جميع الساسة يزعمون أنهم يعرفون الأصلح لنا ويسعون إلى تحقيق مصلحتنا، لكن كثيراً منهم لا يفكرون إلا في أنفسهم.